هذا اثار دمار من جراء القصف البراميل المتفجره. البراميل سقط في هذا المكان على مدينه الاطاني منذ لحظات، وهذا اثار الدمار، ولا يزال الدخان يتصاعد من جراء القصف على مدينه الاطاني بريف حماه الشمالي. طبعا هذه المنازل سويت في الارض تماما، هذا السقف منازل، هذه منازل، كان هنا منازل، قام النظام بقصفها بالبراميل المتفجره مما احدث هذا الدمار. هذا الدمار في مدينة الأطامنة من جراء القصف بالبراميل المتفجرة 4/5/2014. هذا أثار الدمار في مدينة الأطامنة من جراء القصف بالبراميل المتفجرة، ولا يزال الطيران في الأجواء. قصف على مدينة الأطامنة بالبراميل المتفجرة أحدث هذا الدمار الهائل. القصف بالبراميل المتفجرة أحدث هذا الدمار الهائل. دمار هائل من جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة الأطامنة. دمار هائل في مدينة الأطامنة من جراء القصف بالبراميل المتفجرة 4/5/2014. هذه المنازل سويت بالأرض تماما، هذه المنازل سويت بالأرض، هنا كانت كلها منازل. حاول الأهالي سحب الجرحى من تحت الأنقاض. أربعة خمسة 2014 مدينة الأطامنة من جراء القصف بالبراميل المتفجرة، هذه المنازل كلها سويت بالأرض تماما. الأهالي يحاولون سحب الأنقاض، سحب من تحت الأنقاض.